مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك، واذا انتم جداد تشتركوا فيه. معكن اللي مع ألذ كيكة الإيجاز بمذاق رائع، يلي مقاديره 4 بيض، 200 غرام إيجاز سائد 2.5 يا 3 حبات من الإيجاز، 4 ديسي لتر من السكر يعني يساوي 1.5 كاس، 2.5 ديسي لتر من الزيت يعني 180 غرام يعني 3/4 كأس، معلقة كبيرة من الفانيل سكر، 5 ديسي لتر من الطحين يعني 2 كأس، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، 2 إلى 4 معلقة كبيرة من السكر البني، وإذا ما عندكم بني تحطوه عادي أبيض. أول شيء أخذنا ونحضر القالب، حطينا له ورق وزيت حوالي القالب، وأخذنا بعدين كسرنا البيضات، 4 بيضات عنا، وحطينا السكر وحطينا الفانيل، نخلطهم مع بعض. نخلطهم لبين ما يصير المزيج يعني الضعف المزيج. نضلنا اعذرونا حبايبي، هون الصورة شوي بطيئة صايرة، ونكمل ضرب المزيج. معلش تحملونا شوي. ما انتبهت على الصورة. نضربه نضربه لبين ما هيك بيصير المزيج كأني بيزداد المزيج يعني. بعدين بلش نحط الزيت، حطينا الزيت شوي شوي، تنزلوا الزيت لبين ما يخلص الكمية الزيت، نخلطه بشكل جيد. ونضرب ننزل ونضرب يخلص الكمية، بعدين نغربل عليه الطحين، نغربله ونحط البيكنج باودر. نحن عم نغربل الطحين نحط كمية البيكنج باودر المعلقة، ونغربل ونخلط بالباستولا. هيك خلطنا شوي دمجناهم بالباستولا، بعدين نضربه بالمضرب الكهربائي، نضربه 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 لبين ما يتجانس كل الخليط مع بعضه. الزياق كمان ننزله، نقشر الإيجاز 200 غرام نقشره ونحطه بمحضرة الطعام. هيك نقشره ونحطه بمحضرة الطعام لبين ما ينعم هالإيجاز لعنا. طبعا 200 غرام هداك اللي ننعمه نحطه بمحضرة الطعام، وهون للخليط حطينا له معلقة خل أبيض، وبعدين حطينا الإيجاز، هي كميته 200 غرام إيجاز مقشر ومقطع وحطينا محضرة الطعام 200 غرام. وهلا هدول الإيجازات قشرتهم مشان أحطهم بأرضية القالب. هلا حطينا سكر بني بالأرضية، والسكر حسب ما أنتوا بدكن، من 2 لـ4 معالق ممكن ينحط بالأرضية. وهيك بعدين تقشروه، بعدين هيك تقطعوه، بس مو للزيق، للهي تكون مرتبطين مع بعض يعني هيك. وبعدين ننزل الخليط عليه، بعدين بدنا ندخله الفرن. الفرن على 180 بده من 45 دقيقة لـ55 دقيقة، انتو بتشوفوا نضجه، بتراقبوا نضجه. وهيك طالعته وقلبته، وانا زينته بالبندق شوي وقدمته. وشكرا لمتابعتكم، والى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.